وللمزيد مشاهدينا حول متابعة لأداء وتحليل البورصة المصرية تنضم إلينا عبر الهاتف حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أستاذة حنان، بعد التحية في البداية، كيف هي رؤيتك لأداء البورصة خلال تعاملات اليوم؟ يا فندم، طبعا احنا عارفين ان في توترات جيوسياسيه موجوده في المنطقه، خصوصا ما بين اوكرانيا وروسيا. دي بتاثر بالسلب على يعني الاستثمارات. طبعا احنا عارفين رؤوس الاموال جبانه، وشفنا النهارده ان المستثمرين الاجانب كانوا في الجانب البيع، وشفنا كمان ان المؤشر الرئيسي للبورصه ما تاثرش تاثر قوي جدا زي ما كنا متوقعين. التاثرات الاقوى كانت على المؤشرات الفرعيه. ما تاثرش المؤشر الرئيسي للبورصه لان في صفقه باذن الله هتتم على سهم في قطاع الخدمات الماليه الغير مصرفيه، وده اللي خلى السهم يستوعب الصدمه ويسند اداء المؤشر 30. اما المؤشرات الفرعيه، طبعا احنا عارفين ان سلوكيات الافراد على الرغم ان هم بيبقى معظم تداولاتهم الشراء، بس هي في الغالب بتبقى متاجره ومتاجرات سريعه، يحاولوا ان هم لما بيكون في ازمه او يكون في مبيعات او في مخاوف يبتدوا يبيعوا في اسهمهم ويشتروها بسعر اكثر انخفاضا، وده اللي اثر على المؤشرات الفرعيه وخلاها انخفضت بمعدلات ووتيره اقوى من انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصه. عظيم. لو على توقعاتي، انا متوقعه طبعا ان الازمه هتتم حلها دبلوماسيا، مش هتتجه لاي تصعيد عسكري، لان طبعا معروفه حضرتك استاذه حنان بتتكلمي على الازمه الروسيه الاوكرانيه. تمام يا فندم. نعم. بالظبط، لان طبعا معروف جدا ان اي ازمه يعني عسكريه بتؤدي الى ازمه اقتصاديه قويه، واحنا لسه طالعين من جائحه كورونا، وهم يعني على علم قوي جدا بازمه الامدادات وما اثرت دي على السوق وما اثرت دي على الاسواق. طبعا متوقعه بقى ان احنا نبقى في البورصه المصريه بمعزل، مش يعني مش معزل كامل، لا هيتاثر بنسب العرب والاجانب في التعاملات، وخصوصا المتعاملين الاجانب اللي هم بالفعل اصلا عاملين جانب بيعي من اول العام، وممكن تسترد البورصه عافيتها بسبب يعني الزخم المتواجد داخليا على بعض الاخبار ونتائج الاعمال. ده اثرنا طبعا بالسلب، ولكن مع انخفاض الاسعار ممكن يعاود المتداول لشراء اسهم مره اخرى لتحقيق مكاسب حتى لو كانت على الاجل القصير. نعم. وليس على الاجل الطويل. نعم استاذه حنان، كنت عايز اسال حضرتك على توقعاتك فيما له صله بالاستثمارات، والخبر طبعا الخاص بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الحكومه في برنامج الطروحات خلال الفتره القادمه لتوسيع قاعده الملكيه في البورصه المصريه. توقعاتك في هذا الخبر على جذب مزيد من الاستثمارات للبورصة المصرية وأحداث انتعاش فيها؟ طبعا استمرار إصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل برنامج للطروحات الحكومية والكلام عنها في كل يعني محفل، ده اهتمام من قبل سيادته بالبورصة المصرية بإذن الله هيحصل لها انتعاشة قوية بسبب اهتمامه، وده كمان بيوجه وجهة النظر ان احنا سنغرد خارج السلم. احنا في الفترة اللي فاتت لما كانت الاسواق بتعمل طفرات قوية احنا ما كناش بنرتفع لان عندنا المنتج شحيح. الفترة الجاية بإذن الله هيبقى في ضخ للسيولة، اجتذاب الاستثمارات، جهد قوي للاهتمام بالبورصة، توضيح أهمية الاستثمار في البورصة، وتغيير ثقافة المواطن لدعم اختيارات كثيرة لبدائل الاستثمار، من بينها أهم بديل اللي هو البورصة المصرية اللي هي منصة للتداول ومنصة للتمويل منعدم التكلفة. نعم أستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنا أشكرك شكرا جزيلا.